قضية المال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه عند الترمذي قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. انتبه، المال هذا إذا دخل عليك وخصوصا عن طريق الدين وباسم الدين وباسم الدعوة وباسم العلم الشرعي وما شابه ذلك، انفتحت أبواب عظيمة عليك لا تستطيع بعد ذلك أن تردها ولا أن تدفعها، لأن النفس إذا استحلت يعني ذاقت حلاوة المال صعب عليها أن تفارقه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة من حيث المطعم، تأكل، ملبس، مسكن، تركب سيارة فاخرة، خضرة. يعني لما ترى مثلا أنك ساكن مثلا في قصر، في شلالات، وفي أشجار، وتسافر بهذا المال إلى مناطق بها خضرة وبها جنان من جنان الدنيا، هنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها؟ قال: فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه من غير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، إذا دخل وأكل كيف يشبع؟ يا أخي عندك والله مثلا 100 مليون أو عندك 50 مليون وأخذها من هذه الطرق، ما يشبع. نعم، بل يكون قدوة سيئة لنظرائه لما يرون فلان، طيب فلان هذا ليس عنده عمل وظيفي وليس عنده تجارة ولا عنده شيء، من أين تحصل بهذه الطرق؟ إذا به يكون قدوة سيئة للآخرين الذين يشاركونه في هذا المجال، وإذا بهم يتنافسون معه، وإذا دخلوا معه في التنافس أصبح كل شخص ينظر إلى الآخر: ما هو الطريق الذي يجلب لي هذا المال؟ نعم، ورأينا بعضهم، رأيت بعضهم في ملاعب الكرة وفي أماكن أخرى من أجل تسويق وترويج لأنفسهم ولكتبهم وما شابه ذلك. نعم، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات.